مساء الخير كل متابعي اليوم السابع. هكون معاكم النهارده محمد قاسم في لايف جديد من قريه الدير المشهوره بزراعه التين الشوكي، وهنشوف النهارده حصاد التين الشوكي داخل المزرعه. هيكون معانا الحاج محمد هيعرفنا على المزرعه والتين الشوكي ووقت زراعته ووقت حصاده وتفاصيل كتير هنعرفها النهارده داخل المزرعه. مساء الخير يا حاج. مساء الفل يا سعاده الباشا، مرحبا بك. محمد خيشه كردي من قريه دير مركز سوق اليوبيه. عايزين نعرف بقى يعني المزرعه حضرتك بتزرع التين بقالك قد ايه والمزرعه تاريخها ايه؟ بالنسبه للتين الشوكي احنا ورثينه ابا عن جدا كمهنه، وبالنسبه لزراعته بعد بتبدا من بعد الحصاد شهر 9 او في 10 بتبدا الزراعه، وهو في نفس الوقت على مدار السنه في اي وقت زراعه التين، بس بنفضل من شهر 9 او 10 بعد الحصاد عشان بيبقى في فراغ في المزرعه بنشتري بقيه الارض او بقيه المزرعه اللي احنا نزرعها. بالنسبه لجميع التين الشوكي وخبر حضرتك، بنبدا احنا من بعد صلاه الفجر العماله معانا، وفي طول النهار ما بيتكشف، بنبدا نجمع لحد الساعه 8 الصبح قبل الشمس ما تبقى سخنه، لان الشوك بتاع التين الشوك نفسه بيبقى خفيف والشمس بتطلع الشوكه بتقف ومع الهواء بيطير ما يأذيش العامل، واخد بال حضرتك؟ فهو الساعتين بتوع الصبح في الندى. ممكن ناخد جوله كده نخلي متابعي اليوم السابع يشوف معانا المزرعه والحصاد النهارده. زي ما حضراتكم شايفين في حصاد دلوقتي شغال، زي ما حضراتكم شايفين التين الشوكي ده بيتم دلوقتي الحصاد، يعني هم اخر النهار اخر النهار او الصبح بدري، اخر النهار او الصبح بدري. زي ما حضراتكم شايفين احنا داخل مزرعه التين الشوكي مع قريه الدير. انتاج خفيف على فكره السنه دي للعوامل الجويه. هل في مثلا انواع بيبقى في تين لونه احمر وتين في تين بنقول عليه فراوله، وفي تين اللي هو المتبع اللي هو بتاعنا ده، على حسب الشجره اللي بتزرعها والارض بتختلف من الارض الثانيه. يعني بالنسبه للتين عندنا في محافظه الالويه تختلف عن بقيه المحافظات، اذا كانت بحيره اسماعيليه اسوان، واخد بال حضرتك؟ التينه هنا بتبقى مميزه باللون الجميل والقشره رقيقه والطعم الجميل، واخد بال حضرتك؟ خلاف اي ارض ثانيه، لان الارض اللي بتختلف مش الشجره، ممكن نفس الشجره ازرعها في ارض ولكن الثمره بتختلف. من اميز تينه على مستوى الجمهوريه هي محافظه الاليوبيه. احنا دلوقتي جوه مزرعه التين الشوكي زي ما حضراتكم شايفين. كلمنا شويه عن فوائد التين. وبالنسبه لفوائد التين الشوكي لها فوائد عديده مش هقدر اذكرها كلها، بس ممكن اذكر لك بعض منها. طبعا دلوقتي كله معاه النت والفيسبوك، تخش على اي موقع تقول فوائد التين الشوكي هتلاقي الفوائد عديده، منها اهمها يعمل على غسيل جدار المعده، البذر اللي احنا بنقول بنقلق منه ده، البذر بتاع التين الشوكي ده بيعمل على غسيل جدار المعده، لان دي سبحان الله يعني كل حاجه ربنا خلقها ليها حكمه. البذر ده بالبلدي كده عامل زي كانك بتغسل وعايه بالسلك المواعين، في بتغسل جدار المعده، ويا في الفيتامينات فيتامين سي وسعار الحياه الحراريه ومفيد للقولون، له فوائد كتيره، له فوائد عديده يعني مش هقدر اذكرها لانها كتيره. يعني مواعيد زراعه التين الشوكي وبيحتاج مثلا اهتمام ازاي؟ هو مواعيد زراعته بقول لحضرتك بعد الحصاد، بنخلص في شهر 9 الحصاد التين، بنبدا نزرع من بعد 9 او 10، وبالنسبه للري بتاعه او في بدايه زراعته بيشرب في اول سنه باستمرار
لكن تاني سنة بياخد بقى البرنامج بتاعه بيختلف ساعة ما يبشر كده بيبقى له برنامج معين. تأثير الجو الأجواء الحارة بيخلي الكوز رفيع وقلة الإنتاج يعني مثلا النسبة واخد بال حضرتك النسبة اتكلم زي ما حضراتكم شايفين متابعين اليوم السابع داخل مزرعة هندسة هات يا فارس الكوز ده هات يا بص برضو تعرف بحضرتك عصفور الكردي اخو الحاج محمد الصغير الحاج محمد بعتبره يعني والدنا يعني عايزين نعرف بقى من حضرتك تفاصيل الحياة في الزراعة والتين الشوكي وموسم الحصاد بيكون امتى وموسم الحصاد بيبقى في نفس الشهر ده تمام وهي بدايته مثلا الاسبوع ده بس انا بكلمك في نقطة اللي هي اجواء التين السنة دي اللي هي ضرر الفلاح يعني زي ما انت شايف كده تمام نسبة اللوح التين اللي هو ده ما فيهوش مثلا حصاد من ايه؟ من اجواء السنة اللي هي الجو الحر السنة دي مخليها نسبة الحصاد بص الكوز اللي مثلا زي ده مثلا من الاجواء اللي هي الحر بسيط وضعيف تمام دي تأثير تأثير اللي هو الجو درجة الحرارة العالية السنة دي مأثرة على الفلاح بيتم بقى الحصاد امتى مواعيد الحصاد مواعيد الحصاد من دلوقتي لحد امتى بقى هو بالظبط بياخد من 15 يوم ل 20 يوم التين بس مش عارف بس يا فارس معينه اللي انت عارف حضرتك التين الشوكي بيبقى طبعا بيبقى بياخد وقايه الخدمه وكلام من ده لا اللي في اثناء الحصاد بقى العماله بيبقى كله واخد الجوندات ولبس كده اللي زي الافارول ومثلا كل حاجه بتبقى مثلا لها جامعها وشغله جوندات وافارول وبلاستيك مش اي حد يجمعه يعني تمام كل واحد له رزق معين وكل واحد له ايه عماله مطلوبه وعماله مخصوصه ليه بس ادي بالنسبه للحصاد هات يا فارس بص كده السنة دي دلوقتي يا فارس بص اللوح ده او الخمس الست كواز اللي هو التين ده هيفضلوا على طول كده مش هيزيدوا من تأثير الجو تمام هو المفروض كل يعني ورقة من دي بيطلع فيها عدد معين من التين المفروض كل ورقة من ديت طالع فيها اقل حاجة من خمسة لعشر ايه جزايل طب عدد الورق اللي هو مش طالع اكتر من اللي هو ايه في حصاد احنا بنعتبره دي تاثير من ايه من العوامل الجويه بتاعه السنه دي وربنا يستر على الفلاحين وربنا يستر على الناس السنه زي ما انت شايف كده عن قله الانتاج بسيطه تمام هات يا فارس عندك فكره لا. بقى عن فوائد التين الشوكي لمتابعي اليوم السابع فوائد التين فوائد التين فيه فوائد كتير يعني زي ايه مثلا ايه في المعده مثلا البذر اللي هو التين ده في بذر تمام بيطهر المعده لا في فوائد كتير يعني بالنسبه للتين فوائد كتير والاسعار السنه دي بقى هل في اقبال الاسعار السنه دي لو الاسعار في زياده في الاسعار مع قله الانتاج ده لو الطاقه ما يعني ما تجيبش عمالته ولا تكلفته ولا تجيب اي حاجه خالص زي ما انت شايف كده الانتاج ضعيف والسنتين اللي فاتوا كان الكورونا والمواضيع الكورونا اللي هي في مصر والكلام من ده مخليه الفلاح اي مزارع ايا كان تين يعني فراوله مشهوره بالزراعه دي لا لا مش بالفراوله يعني فراوله وتين يعني و... مزارع هنا انا شفت مزارع تين شوكي فيها مزارع تين شوكي كتير وكلام من ده بس هي كل المطلوب زي ما حضراتكم شايفين خلاص يلا الجوله ديت مزارع تين شوكي في قريه الدير خد يا فارس خد يا رنة تخش بقى زي ما حضراتكم شايفين الحصاد دلوقتي موجود روح تعرف بحضرتك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. انا الشيخ رضا الكردي اخو الحاج محمد. الحاج محمد الاخ الاكبر لنا. حضرتك فوائد التين، يعني كلمنا شويه عن الزراعه والمزرعه. اولا ارحب بسيادتك وارحب باليوم السابع اللي شرفونا في محافظه اللوبيه في قريه الدير. من فوائد التين الشوكي ليه فوائد كثيره، من اهمها يقلل نسبه الكوليسترول في الدم، دي من ضمن الفوائد التين الشوكي. ومن ضمن الفوائد الثانيه ان اي حد عنده من يشتكي من قرحه المعده ويساعد على سرعه الهضم، وفي فوائد كثيره. من ضمن الفوائد في فيتامين بي وفيتامين سي، من فوائد التين الشوكي. ولو في فوائد عديده من ضمنها الفيتامين بي وفيتامين سي. في فرق بين التين اللي هو لونه اصفر والاحمر؟ في فرق اللون، ان هو منوع من التين الشوكي. هنا في الذات في القلوبيه معروف بالتين الاصفر، اما في البحيره او اسماعيليه تين يسمى اللي هو الاحمر يسمى بالفراوله. والتين هنا في القلوبيه ليه صلابه عن اي باقي تين فين في المحافظات التانية، ونسبه السكريات هنا اعلى من بره، لان نسبه السكريات هنا عاليه. ايه سبب نسبه السكريات؟ لان الميه هنا ميه عذبه شاربه من النهر، بيشرب من النهر. ولذلك كل البياعين بيحبوا يجروا او يتسرعوا ان ياخدوا التين من هنا، عكس الاسماعيليه والبحيره، مع احترامي للكل. وكل بلد لها جوده معينه، كل بلد لها ده شيء معين.